وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مصر تقوم بدور كبير في إرسال المساعدات الإنسانية لغزة، مشيرا إلى أن علاقة بلاده مع مصر لها أهمية كبيرة وأن هناك تنسيقا ومشاورات مع مصر بشأن الأوضاع في غزة. هذا وشكر وزير الخارجية التركي مصر على جهودها الحثيثة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. نحن على تنسيق كامل مع جمهورية مصر العربية في هذا المجال، ووصولنا إلى هذه وحتى الوصول إلى هذه النقطة ما هي الأمور التي نتطلع إليها، سواء في إيصال المساعدات الإنسانية وحل الدولتين والوضع والمستجدات الأخيرة. كما تعلمون أن جمهورية مصر هي الأقرب من الناحية الجغرافية إلى غزة، لذلك نحن دائما نتعاون مع مصر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، خصوصا بأن غزة تجمعها مع مصر معبر رفح. في المساعدات الإنسانية نحن نقوم بإيصالها إلى رفح، ومن ثم تقوم السلطات المصرية بإيصالها. بهذه المناسبة أشكر جميع المسؤولين في مصر على هذا التعاون المشترك لإيصال هذه المساعدات.